فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قبل 40 سنة كنت جاهلا، أرسلني شخص بخروف حي وقال لي اذبحه على عتبة الباب، ولا أعرف هذا الحكم، ثم بعدما من الله علي بالعلم عرفت الحكم، فهل علي شيء في ذلك؟ الحمد لله، ما دام أنك عرفت الحكم وعرفت الخطأ وتبت إلى الله، الله يتوب على من تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه فائدة التعلم، الآن عرفت والحمد لله، هذه فائدة التعلم. نعم.